السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصور لكم عدة فيديوهات عن نبات الخيزران كي تكون الشجرة البديلة ولاستبدال الشجرة الخبيثة الكانو كابري. تتركون الجدوى الاقتصادية، تتركون الجودة الاقتصادية إلى بلدنا وإلى عراقنا لمن يريد إنشاء مزرعة خاصة من الخيزران. ذات الجدوى الاقتصادية إلى عراقنا. أحب أن أصور لكم عدة مزارع من الأشجار كثيف الأوراق دائم الخضرة، ليس به أي آثار جانبية، بل العلماء توصي على زراعة الخيزران. ولقد نبت الخيزران، عد كثير الأخوة من أخذوا البذور مني، وأنا ليس من أجل تسويق البذور، لله الحمد والشكر لي سنة صامد. كثير من أراد من يحبط معنوياتي لعدم التوعية العراقيين على الزراعة، ولله الحمد أنه مستمر بوجود الطيبين والغيورين والمحبين إلى عراقنا الحبيب. إن شاء الله وبإذن الله أنه الخيزران سيتواجد ويتكاثر في كل محافظات العراق، إنشاء لمن يريد إنشاء مزرعة خاصة من الخيزران فهذا هو أمامكم. ذات الجدوى الاقتصادية، ذات جدوى اقتصادية ويعيش بأجواءنا العراقية، ويعيش بالأجواء العراقية. هذا هو أمامكم الخيزران. شجعوا الحريفين وأصحاب المهن الذي يبحثون عن العمل ولم يجدوا العمل. هذه بساتين من الخيزران. اجعلوا بيوتكم واجعلوا الجزرات الأمام بيوتكم، ونقوا بيئة عراقكم الحبيب. لا تتركوا بلدكم العراق المتصحر. ازرعوا قدر ما استطعتم، ازرعوا هذه الأشجار التي تلطف لكم الأجواء وتنقي لكم الأجواء. شوفوا الأمراض كم وكم عندكم الآن، الأمراض كم وكم عندكم الأمراض الآن. والسلام عليكم.